اللاعبين اللي كيبداو يعني في هذا المركز الشوي الجمهور ديال ديابيل كيحاول دائما يقرب من كل ما هو رسمي. يعني حنا كنتكلموا على فريق الوداد الرياضي والاسماء اللي دائما كتروج بان غادا تجي الوداد غادا تمشي. فلحد الان الامور اللي هي رسميه كنتسناه وكنحاول نديرو مجهود باش نعرفوا شكون هو اللاعب اللي جا اوفيسيالمون وشكون هو الاسم اللي باقي مازال يعني ما اقتنعش به لا الوداد ولا الطاقم التقني ديال فريق الوداد الرياضي. فلحد الان تكلمنا على عيسى السيولي الحارس ديال الوداد اللي يعني كنشوفوه تكونفوكا في الماتش الاخير خصوصا في المنافسات ديال لا تشامبيونز ليغ. كان حاضر في المقابله ديال فريق بيترو اتليتيكو كدوزيام غارديان دو تبرا يعني من بعد احمد رضا التكناوتي. لاعب كاسوندو هذا اللي ايضا كياخذ حصه تدريبيه عاديه للكرو بنوجن فريق الشباب المحمدي لاعب سابق ديال فريق فيتا كلوب وايضا كازادي كاسوندو. نعم كازادي ماشي كاسونغ اللي كان جا من الزمالك فوالا هذا لا هذا واحد كازادي ديال فريق فيتا كلوب الاسم ديالو هو كاسونغو من الكونغو واللي كما قلنا حضر كاع الحصص التدريبيه ديال فريق الوداد الرياضي بشكل عادي وكيبان بانه ممكن يكون كونفوكي في المباريات المقبله علاش اليوم حاولوا نشوفوا المواجهه المقبله غتكون هاد الشيء مع استبعاد فريق المغرب اتيتوان. تكلمنا ايضا عن سفيان كركاش اوفيسيالمون سفيان كركاش اللي كانت هضره كثيره غيجي طريطي يعني اوفيسيالمون جا فريق الوداد الرياضي ايضا كونفوكي الماتش ديال اليوم كاين في لاليست ديال الماتش ديال اليوم واش نقدروا نشوفوا ايضا اللاعب شينا عزيز يعني من الاسماء ايضا اللي دائما كنا كنتبعوها في المباريات ديال فريق السوسيتي برشيد وايضا اللاعب يحيى عطيه الله انتظار واش وقع بشكل رسمي اللاعب شوفوه بالتوني البرازيلي البرازيلي اخبار وصلتنا يونس بانه صافي ما بقاش منه وما تفاهموش وانه غادر ما عرفناش شنو الاسم اللاعب. خلينا يعني ابار الاسماء الرسميه اللي ذكرنا دابا باقي ما كاين شي حاجه رسميه توقع على اللاعب. تبغي كنتهضر بانه شافوا في ليسيون زونطريمون بانه لاعب عنده امكانيات 30 عام لعب مجموعه ديال المباريات هذا الموسم هذا و 2019 ولكن لحد الان ما كنحتاج حاجه رسميه. يمكن كنهضر على اللاعب سالتو اللي صدق شفنا يعني في مجموعه ديال المباريات الانديه ديالنا الوطنيه لاعب اللي بامكانيات كبيره ونجم ايضا نجوم ديال فريق النادي الساحلي التونسي واش غادي يكون ايضا من الاسماء المقبله. يعني حتى اللاعب هذا داخل يعني لاعبين اخرين او انديه اخرى كتحاول يعني تستفد من هذا اللاعب اللي يعني في الكونت ديال اوفيسيال في انستغرام تكلم على انه عنده رغبه كبيره باش يجي فريق الوداد الرياضي لاعب سالتو اللي كما قلنا قريب من الوداد وايضا مطلوب يعني في مجموعه ديال الانديه اللي كتحاول تنافس منها المتصدر فريق نهضه بركان يعني اللاعب ديال النجم الساحلي التونسي. اذا هذه يعني باختصار يعني الميركاتو ديال الوداد الرياضي في انتظار ما هو رسمي دائما تنتكلموا على ما هو رسمي لانه ديما كنقوي يعني تنديروا الجهود باش نعرفوا شكون هو جا اوفيسيالمون وشكون اللي بقى غير هضره هذه ديما ممكن كانت امور عاديه كتكون عندي في انديه كبيره في المرحله ديال الميركاتو الوسطيه ولا الشتوي. اللاعبين يعني خذوا حصه هذاك سي مراحيم ديال الطاس شفناه في التصويره مع الفرقه كيتريني معاهم حتى هو المهم اللاعب رحيم وقيل كان باقي ما علوش عليه وان كان الطاس نفا قال بان اللاعب راه ديال المحمديه ولكن التصويره فوالا هذه الهضره اللي كاينه عند العزيز يعني اللاعب رحيم كنا قلنا بانه راه موقع في الشهر رسمي للوداد بعد منها كتجينا اخبار بانه اللاعب وقع لفريق الشباب المحمديه كاينه الهضره بانه الطريطي الفريق الوداد الرياضي للشباب المحمديه يعني هذا الموسم هذا غنطلعوا الوداد المحمديه خصوصا في المرحله ديال الميركاتو يدخل الشك ما تقدر شكون هو اللاعب ديال الوداد وشكون ديال المحمديه. لا هنا هنا علاش كنطالبوا من الموقع الرسمي ديال الوداد باش يتحرك يعطي للجمهور انا ما راه سنين ما انا باش المستمع المتلقي يعرف اشنو كاين يعطي للجمهور ما هو رسمي شكون هو اللاعب اللي جا اوفيسيالمون شحال المده ديال العقد من الفريق اللي جا منه شكون هو اللي اعاره باش حنا ما نبقاوش نديروا مغالطات. بالفعل الكومونيكاسيون ما كايناش لا 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 باج لا الموقع ما علنوا عليهم ما كاين والو دابا الاسماء كاملين ما كاين والو الصور اللي كتسرب ليك الصور اللي كتسرب ديال الرئيس مصور مع هذا اللاعب صافي كيقول هذاك راه اوفيسيال فوالا يعني تقدر تصور انت عزيز مع سعيد الناصري يقول راه عزيز شنا يعني هذه بعجاله يعني باختصار الميركاتو ديال الوداد لان الجمهور دائما كيطالب مهاجمين وباقي يعني راس حربه الوداد خصو يعني يحسن في هذا الموضوع هذا اتاكون دو بوانت بعد الماتش الاخير ديال ايوب الكعبي والمستوى الكبير اللي قدموه مع فريق الوداد فالوداد يعني كيفكر باش يجيب اتاكون دو بوانت اللي يكون في المستوى ايضا ديال فريق الوداد
الرياضي. كما قلنا في هذا الاسبوع التدريب كانت عادي عبد العزيز، الغياب ديال بابا توندي، الغياب ديال اشرف داري، صلاح الدين السعيدي، هذه الاسماء اللي الاصابه بعداتهم على التدريب ديال الوداد. العوده ديال الشيخ ابراهيم كومارا، كيبقى فقط غير الطاقم الطبي والطاقم التقني باش يعطيو السيرفير باش يرجع هذا اللاعب للاكس ديفونسيف ديال فريق الوداد الرياضي. تبعنا الماتش الاخير محمد ناهري واسرير، كانت يعني مقابله يمكن مقبوله لانه كان خطا الهدف الوحيد اللي تسجل على الوداد ضد فريق بيترو اتلتيكو من خطا دفاعي. الجمهور الوداد كيتمنى باش انه هذا الموضوع يتصلح بسرعه لانه جايين مباريات كبيره. وكيبقى الماتش ديال اليوم ايضا عبد العزيز من المباريات الكبيره في الشامبيون المغرب التطواني من الانديه اللي كتنافس هذا الموسم على اللقب ديال البطوله. كاين ايضا العوده ديال يحيى جبران بعد استكمال المده ديال الايقاف، غياب ديال اسماعيل الحداد اوفيسيالمون اللي تبعو موقف من بعد القرار ديال لجنه الانضباط. فإلى جينا نتكلموا على الشكل النقاش اللي عنده جوج او عنده حمراء في الماتش ديال ديربي، ونصير اللي قالك تاوت بليسا وغايب ما شفناه ما كاينش في لا ليست، يعني قضيه فيها غيابات كثيره في الماتش ديال اليوم. ولف هذا الجمهور ديال الوداد ولف هذا كيرجع واحد تيغيب جوج، واحد كيريح ثلاثه كيلعبوا كيرجع واحد كيريح ثلاثه، يعني الزوران دائما مطالب باش يلقى الحلول. وكاين تبارك الله كاين الافكتيف فريق الوداد الرياضي. اذا تكلمنا على الاسماء اللي ممكن اليوم تكون اساسيه، احنا دريدا تسقنا وكيف لا ديفونس، كيف تشوفوا الثنائيه ديال كل من لاعب يعني تبقى لا لين ديفونسيف اللي لعبت ماتش تبقى لا لين ديفونسيف اللي لعبت الماتش الاخر باستثناء نصير. غير تغيير يعني عبد الفتاح نصير ممكن يشوفوا العملود غادي يدخل اليوم كاساسي لانه لاعب ايضا اللي قدم مستويات كبيره مع الوداد. ميديو تيران العوده ديال يحيى جبران، وليد الكارتي واش غيكون اون فورم او لا، كان يعني هضر على المستوى اللي قدم وليد الكارتي في المباريات الاخيره، ولكن من الاسماء اللي كتحتاج يعني دقائق كثيره باش ترجع للنيفو ديالها. ايمن الحسوني ايضا كان حاسم في المقابله الاخيره مع فريق بيترو اتلتيكو، ماركا وعطى اسيست وجاب بينالتي. ايضا بديع اوك ممكن نشوفو مترجي اليوم كاساسي، وممكن نشوفو او بوانت علاش لا، زوين مترجي اللي سبق يعني تجرب في هذا البوست هذا في المدرب اللي كان صدقوا فريق الوداد وايضا حتى مع فريق اولمبيك خريجا. واش نقدر اليوم نشوفو كركاش لانه في لا ليست كونفوكي، واش نقدروا نشوفو كركاش في الميليو تيران ديال الوداد؟ يعني العوده ديال يحيى جبران ووليد الكارتي وابراهيم النقاش. النقاش ما كاينش. ويحطوا ايمن الحسوني حتى هو. نعم. يمكن سفيان كركاش اللي هو خصو يدير مجهود باش يكون تيتولار مع المجموعه الوداديه اللي كما تبعناها في الخطوه الاخرى. كما قلنا صارت وجالت وطنيا وقاريا. نعم.